عليكم انت تابعي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وصفات صفية مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد وصفة اللي كتجي زوينة بزاف وخفيفة كوجبة عشاء او غداء، ليمانسي دو بولي بلا كريم اي لي شامبينيون. سهله بزاف وكتوجد في 10 ديال الدقائق، واهم شيء لذيذه بزاف. ما نقدرش نوصفها لكم حتى تجربوها، وانا متاكده 100% غادي تعجبكم. بلا ما نطول معكم، يلا ندوزو المقادير وطريقه ديال التحضير. السلام عليكم. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندي بصله مشلضه مع شويه ديال الثومه، عندي الاعشاب المنسمه اختياريه، عندي دجاج مقطع شرائح طوالين على هذا الشكل، عندي علبه ديال لي شامبينيون، اللي عنده لي شامبينيون طري يقدر يديرو، عندي ملحه وبزار، عندي الزبده، عندي القشطه الطريه. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ مقيله، غادي ندير فيها الزبده، تقدروا تعوضوها بزيت المائده، غير هو الزبده كتواتى مع هاد الوصفه بزاف، كتجي زوينه. وكما قلت لكم هاد الوصفه كتجي خفيفه، تقدروا ديروها كوجبه غداء او عشاء، جربوها راه ما غاديش تندموا على حسابي. وغادي نزيد الدجاج، كما كتعرفوا عيد الاضحى واللحم كيولي يتقل لينا شويه على المعده، داكشي علاش قلت نغير وجبت لكم هاد الوصفه، كنتمنى تعجبكم. وكما قلت لكم تاني كتوجد في 10 ديال الدقائق، تقدروا تخليوها حتى لاخر لحظه وتوجدوها، ما كتشدش بزاف ديال الوقت، واهم شيء كتجي لذيذه بزاف. انا راه ماشي اول مره كنجربها. وكيف ما كتشوفوا معايا الفيديو راه شارح نفسه، كل شيء واضح فيه. ودابا غادي نضيفوا البصله هي والثومه، وغادي نغطي عليهم واحد 5 ديال الدقائق ورجع لكم. ودابا غادي نزيدو العلبه ديال لي شامبينيون، ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، لا دجاج ولا بصله، كلشي كيطلق الماء. انا راه ما زدت لا ما لا والو، غير هادشي كافي فاش يطيبو. راه الدجاج بدا كيطيب، ها نتوما شوفوا. وبالنسبه اللي باغي يعوض الدجاج بلا دانت، راه ليكم الاختيار، تقدروا تعوضوه. وغادي نزيدو مليحه وبزار وشويه ديال الاعشاب المنسمه، كما قلت لكم راه اختياريه. وغادي نخلطو، نخليهم حتى يشربوا. ودابا غادي نزيدو القشطه الطريه ونخلطو الكل مع بعضهم. ودابا غادي نخليهم 5 ديال الدقائق ونطفي عليهم ونرجع لكم مع الشكل النهائي ديالهم.
السلام عليكم، انا رجعت لكم مع الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم، لي مانسي دو بولي بلا كريم اي لي شامبينيون اللي كيجيو زوينين بزاف وخفاف كما قلت لكم. هنايا قدمتهم مع سباكيتي، هانتوما شوفوا راه كيجيو لذادين، غير جربهم على حسابي. وبالنسبه للبلا الاخر راه قدمتهم مع الخضره سوتي، درت شويه ديال بطاطا، شويه ديال خيزو، شويه ديال اللوبيا، فورتهم ودوزتهم من مقيله مع شويه ديال زيت العود، الثومه مليحه بزار وصافي. عطيتكم افكار معيش تقدموهم، تقدروا تقدموهم مع لي بات، خضره سوتي، الروز. كنتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم ينالوا اعجابكم. الى الوصفه القادمه ان شاء الله، دمتم سالمين.